إذن إن شاء الله يا إخواني الكرام، اليوم راح نتكلموا على وصايا في إصلاح النفس، سواء كنت أنت بعيدا عن الله، ولا كنت تعاكس البنات في الشارع، ولا كنت مجرما تسرق، ولا عاق لوالديك، ولا تتعاطى المخدرات، ولا تارك الصلاة، ولا تتعاطى الرشوة، ولا تأكل الربا. المهم راك بعيد عن الله. عندي 11 وصية حبيت نحطها لك في ودنك، وإن شاء الله عز وجل هذه الوصايا إذا خديتها أنت راح تولي أنت إن شاء الله داعية، ستنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف في كل مكان إن شاء الله. وستعلم كي تسمع الوصايا هذه إن شاء الله، ستعلم أن طريق الصالح صحيح تمشي فيه بطريق سهل إن شاء الله عز وجل. أول وصية يا إخواني الكرام، قبل ما نمدوا الوصايا تاعنا، كاين 11 وصية اختصرتها، وبإذن الله تبعني واسمعني، بإذن الله عز وجل راح تخرج بفائدة العمر إن شاء الله. لأن هذا الشيء اللي راح نقوله لك أنا ماهوش تاعي، الشيء اللي راح نقوله لك أنا تاع ربي سبحانه وتعالى، وأنا يتحسبوني أنني سأقول كل ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنني راح نبسط لك بواحد الطريقة باش تقدر تشفع عليها بلا ما تكتب ولا تسجل ولا حتى حاجة، راح تشفع على هذه الوصايا، لأن هذه الوصايا هي سر سعادتك في الدنيا والآخرة. السؤال قبل ما نتكلموا عن الوصايا، سؤال سمحوا لي راح نحرج نفسي وإياكم، سؤال محرج ومزعج. من نحن؟ حنا شكون؟ وش رانا نديرو هنا في الدنيا هذه؟ وش رانا قاعدين نديرو؟ هذا سؤال مهم. تعرفوا يا إخواني الكرام، والله العظيم غير مئات الناس، مئات الذين يعني اتصلوا بي وتابوا إلى الله، ونحكي لك باللي ناس مروجين للمخدرات وناس مجرمين من المجرمين الكبار، والله العظيم غير سبب توبتهم يقول لي هذا السؤال كي طرحته نتايا، احنا طرحناه على انفسنا. شوف غير يطرح على نفسه هذا السؤال يتسقم، على الاقل على الاقل الا ما تسقمش يبقى يدير في المصايب وهو مستحي من الله، يبقى يدير في المعصيه، ماشي كيما بكري يولي يستحي من الله عز وجل لانه راهو عارف روحه بلي راهو غلط. كي تطرح السؤال هذا تقول شكون احنا؟ انا شكون؟ وش راني قاعد ندير في الحياه؟ علاه ربي اوجدني في الدنيا؟ باش ناكلوا ولا نشربوا؟ انا نقول لك حاجه، لو كان نطرح عليكم نعطيكم ميكروفون وكل واحد نسالوا هذا السؤال راح يكون عنده مشكله في الاجابه، الا من رحم الله. نقول لك علاه، لاننا حنايا في الطريق اللي مشينا فيه دوك في الدنيا مش عارفين واش رانا نديروا، ما على بالناش على ربي اوجدنا، رانا ناكلوا ونشربوا ونعيشوا ونتكاثروا ومن بعد نموتوا. بصح حتى البهيمه راهي تتكاثر وتاكل وتشرب وتموت. يعني حنا ربي قال ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر، والانسان تحمل الامانه اللي ما قدرتش تتحملها الجبال، واشفقنا منها السماوات والجبال اشفقنا منها، ما قدروش يتحملوا الامانه، احنا تحملناها. هذه هي الامانه، الامانه هي التكليف، هي الاسلام، هي الشيء اللي ربي اوجدنا في الارض من اجله. الجواب يا اخواني الكرام، انا نجاوبك بصح بالطريقه الذي اريد انا ان اوصل لك بها، مفهوم لازم يدخل في راسك، وهو كاين واحد الحاجه يسموها قصه البدايه والنهايه. هذه تكلمت عليها كثير بصح حبيت نعطيها اليوم بواحد الفيرسيون جديده اللي تقدر تفهمها. قصه البدايه واش هي؟ قصه البدايه هي قصه ادم، نهار خلق ربي ادم وقال له حطه في الجنه وقال له لا تاكل من هذه الشجره، يعني كل واش حبيت فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره. ومن ثم ادم عليه السلام جاءه الشيطان فاغواه واكل، ثم اخرجه الله عز وجل من الجنه وانزله الى الارض، وبدا القانون الجديد نتاع رب العالمين. بعدما كنا في جنه ياكل الانسان منها ويشرب ما شاء الا شجره واحده ما تمسهاش، الا المعاصي كما رانا في الدنيا حنايا، كل واشرب وكذا غير هذاك المعاصي ما تمسهمش، ما تمسش الخمر، ما تمسش المخدرات، ما تمسش الرشوه، ما تمسش الربا، ما تاكلش الحرام، ما تاكلش السحت، هادو ما متمسهمش. الباقي كامل حلال، الخبز حلال، الحليب حلال، اللحم حلال، كلش حلال. خلينا كامل الحلال ورحنا للحرام. نفس القصة عودناها تاع آدم عليه السلام. إذا قصة البداية تاع آدم عليه السلام، لما ربي يحطه في الجنة يكون واش يحب، كي ينزلوا للأرض تبدل القانون. قالوا كاين الشيطان، كاين معركة مع الشيطان، اللي يربح يعاود ندخلوا الجنة. إذا احنا وجدنا في هذه الحياة، الحياة نتاعنا هذه وجدنا، كاين قصة بداية وكاين قصة نهاية. واش هي يا إخواني الكرام؟ قصة النهاية
هي يوم الحساب، ثم بعد ذلك الجنة أو النار، هنا تخلص الحياة. كما كان يقول شيخ قبيلة، حتى الموت يؤتى به بين الجنة والنار على هيئة كبش أملح، يذبح الموت ثم ينادي مناد أن يا أهل الجنة خلود فلا موت، وأن يا أهل النار خلود فلا موت. والله تم هذه اللحظة اللي قال عليها ربي فريق في الجنة وفريق في السعير. أنت وش مني كيف تكون فريق اللحظة وين؟ مش يدرك وش تيبورتي، لا لا، تم لما يقول ربي فريق في الجنة وفريق في السعير، اطرح سؤال على نفسك وقول أنا في هذه اللحظة وين يكون؟ نهار ينادي ربي أهل الجنة خلود فلا موت، وأهل النار خلود فلا موت، واحد ما يزيد يدخل الجنة وواحد ما يزيد يخرج من النار، هذاك الوقت أنا وأنت وين يكونوا؟ نسأل الله يكون يجعلنا من أهل الجنة. إذن كاين مشكلة، كاين هم لازم تعيش على جاله، كاين حاجة راه ربي خلقنا على جالها، وهي أننا ما دام كنا إحنا دور يجين في الجنة، إحنا نورمال مورانا دركا مكان الميلاد الجنة على بالك. خرجنا إبليس يعني غوا والدينا كلاو من الشجرة، ربي خرجنا هبطنا الأرض، وقالنا دركا تبدل القانون، سما دركا لازم لك تعاود تلم نتايا باش تعاود تولي بلادك الأصلية اللي هي الجنة، كاني مانيش غالط ياك يعني. إذا نتايا الآن في هذه الحياة لازم تجمع ثمن الجنة، ويوم القيامة يقولوا لك ألا سلعة الله الغالية، جبنا تشوف حتى تشوف الميزان يكفيوه ولا ما يكفيوهش؟ ما يكفيوهش، أديه جهنم وكفاوه دخلوا الجنة. يعني الحكاية هذه هي بكل اختصار أخي الكريم، ومننا نقدر ننطلق بك أنا يا وين؟ ننطلق بك إلى الوصية الأولى، وهي صحح همتك، صحح المفهوم تاع الهدف تاعك، صحح هدفك في الحياة. أنت تقول لي راني عايش في الحياة أنا باش ندير الدار ونجيب المرأة وندير كذا، لا لا، هذيك يسموها أهداف حيوانية، أهداف يشترك فيها الإنسان مع الحيوان. على بالكم باللي ربي في القرآن، ربي كي يذكرنا الأجل ويذكرنا الرزق يذكرنا إحنا مع البهائم كيف على هذيك. وش قالنا؟ قالنا وما من دابة في الأرض، يعني الإنسان والبهيمة هذوما كامل لا عندهم نفس القانون تاع الرزق. وزاد أكدها شكون؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وقالنا لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. على بقى علاش قلنا الكلمة هذه؟ قال لك نتايا والطير كيف انت راك مقلبها بالشهادات والمال والصنعة والحرفة وفاتح حانوت ودير بروجي منها، نهايتها يجيك رزقك كما كتب لك الله عز وجل. استرزق معليش، انا مش قلت ما تسترزقش، بصح دير في بالك بلي الهم تاعك ماهوش هنا، الهم ماشي كي دير التاويل راهو كاتبه لك ربي. وكاين الناس والله ما يعرف يقرا ولا يكتب، يعيطوا له يقولوا له روح راك ورثت 20 مليار. وكاين واحد يقرا يضرب يندب حناكو في القرايه 30 سنه هو يجبد، مع الاخر يخلص 500 شهر، وهذا واش دا ورزق الله؟ باش يبين ربي عز وجل باللي تدي واش كتب لك الله. اذا راهو يقول لك باللي ماشي انت اللي تحرك في الدنيا، انا اللي نحرك فيها، او يقول لك باللي انا خلقتك لحاجه واحده اخرى. واش هي يا ربي؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. او يقول لك ماشي معناتها ليعبدون تقعد في الجامعه تصلي، لا ما تفهمهاش هذاك. إلا ليعبدون أي ليجعلوا همتهم الأصلية والسامية هي عبادتي. يعني انت كي تخرج تخدم برا راك تخرج تخدم ياك، بصح النفس نتاعك الداخل ونيتك الداخل أنني أنا راني نسترزق بالحلال باش ربي ما يدخلنيش للنار، راني نروح نجيب اللقمة نعطيها لزوجتي والوالدية والولادي باش ندي فيهم الأجر، راني ناكل ونسترزق ونروح نجيب الحطب نبيعه ولا لقط البلاستيك نبيعه باش أنايا من متش يدي للناس ونعيش عزيز كريم. هذا هو الهدف نتاعك انت يا الأسمى، دائما عندك أهداف سامية كبيرة على أنك تروح تجيب خبزة تاكلها، وكبيرة على أنك تشري طوموبيل، وكبيرة على أنك تشري دار، عندك انت أهداف غالية بزاف، انت غالي عند ربي بزاف، انت ما تسواش هذيك السيارة اللي راكبها، وما تسواش هذيك الترينينغ اللي راك لابسها، وما تسواش انت يا باباك ويماك وشكون هما، انت ما تسواش هذيك الفيلا اللي راك كاسبها، انت عند ربي اغلى من الدنيا وما فيها. لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام التفت الى الكعبه وقال انك لا اغلى عند الله واحب البقاع الى الله، قال ولا نفس المؤمن اغلى عند الله منك. يعني النفس تاعك انت شفت انت كيما راك، نفسك غاليه بزاف عند ربي، غاليه اكثر من الدنيا وما فيها. علاه راك مهبط بقيمتك؟ علاه راك داير همتك الا انك هذيك الدوزه تعمرها في هذاك النهار؟ علاش راك داير الهمه تاعك ان هذيك المصروف اللي تتصرف فيه؟ هذيك شوف ابتغي من فضل الله، روح استرزق، كل واشرب، دير مشاريع الله يعاونك، تزوج، دير التاويل، بالك
تنسى ربي سبحانه وتعالى. هذا مكان عندك زوج أهداف، خليني نرسمها لك وتبعني، خليني نرسم لك حياتك وتبعني، نرسمها لك كما أرادها الله. والله حسبني أني من القرآن أني أتكلم معك ونعطيك الدليل. شوف الهمة الكبيرة كامل اللي راح ربي يوقفك عليها، وش تسوى أنت عند ربي، أنت قيمتك عند ربي هي وش، علاش راك عايش؟ إلا راك عايش باش ربي عز وجل تتقيه وتخافه ويبقى دائما كل ما تحط راسك على المخدة أو راضي عليك، وكي تلقاه تموت راه راضي عليك، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا قال لك، قال لك رد بالك تجي عندي وتسكر، رد بالك وتجي وأنت مشرك، رد بالك وتجي وأنت مبتدع، رد بالك وتجي وأنا زعفان عليك وغضبان عليك، رد بالك. قال لك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وصانا ربي سبحانه وتعالى، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الهمة الأولى تاعنا، قال أنا راني هنا ترانزيت، فهمها مليح، حنا رانا في الدنيا عبور ترانزيت، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني ما تسواش هذيك الدرجة. علاه؟ قال ربي عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح. وشوفوا قال واحد الكلمة تهز القلب، بعدما أتم الله عز وجل الآية قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. راه يقول لك ماشي هذيك اللي راك تلاقيني بها، ماشي الطوموبيل تاعك وماشي الدار، اللي راح تلاقيني بها هي أعمالك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. على بالكم ربي أذكر حياتك أنت وحياتي أنا، واش قالنا؟ قالنا ربي سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من نطفة من سلالة من طين، ثم جعلناه من نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، ثم خلقنا العلقة مضغة، ثم خلقنا المضغة عظاما، ثم كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. هذه وين؟ في كرش أمي، في بطن أمك. هذه كامل الحكاية كامل داخل، غير مازالك بيبي، مازال ما درنا لك طميلة مازال. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وبعدين تارك هنا شفتها، ومن بعد ربي وش قال؟ قال من بعد البريمار والسيام والليسي وكذا، لا من بعد ثم أنشأناهم خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وراي الحياة ربي، وراي الدنيا، استنى احكي لنا على الدنيا، ما كاشها ما ذكرهاش كامل ربي. التفاتة من القرآن وكأنه ربي رو يقول لك باللي حياتك تخرج من بطن أمك للموت مباشرة. والله روحوا سألوا مول 90 ومول 100 وش يقول لك، روحوا سألوه. أنا بابا في عمره 86 سنة ما زال هو حي إن شاء الله، يزيد واحد 86 واحد أخرين إن شاء الله، نسأل الله يبارك له في الأعمار وفي نساء المسلمين يا رب. نقول له كيفاش حسيت الحياة؟ يقول لي كرمشة عين. يقول لي راني نذكر هذه المرة يحكي لي هذا الصيف هذا، يقول لي راني نشفى كما كنت صغير نلعب، يعني كأنها لا شيء الحياة والو. ربي على ذيك ما ذكرها لكش حياة طويلة، وقال لك بعد تروح تخدم وجيب دراري كذا، قال لك ما كاين والو. قال لك ربي سبحانه وتعالى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ودرنا له طمينة وما شاء الله راه جاي الدنيا. ربي مباشرة قالنا ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. والله هذه الحكاية يا أخوة الكرام، تحب تكذب على روحك، تحب تقول مازلي صغير، تحب تقول مازلت الدنيا بخير نطوره شوية، مازال عندي مشاريع، اكذب على روحك كما حبيت، بس أنا نقول لك سر النجاح نتاعك أنك تتعايش مع الواقع. أحسن إنسان وأنجح إنسان الذي يتعايش مع الواقع. شكون هو الذي يتعايش مع الموت؟ على باله بلي راه ميت، ربي صارحنا ما عطاناش كاع المجاملة في الموت. شوف أسلوب القرآن الكريم في ذكر الموت، لا مجاملة فيه ولا تمهيد ولا مقدمة، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. شفت الأسلوب تاع القرآن كي يذكر الموت ما يتجاملش معك. علاه؟ أو يقول لك اسمع أقبلها وتعايش معها، دبر راسك، دير في بالك باللي في كل لحظة تموت، في كل لحظة تقدر تموت، في أي لحظة. الموت لم يذكره الله عز وجل إلا بغتة، دائما بغتة فجأة هكذا دائما. لذلك وعلاه ما عندوش مقدمات. إذا أنت يا كي تلاقي ربي سبحانه وتعالى تلاقيه لازم وأنت راك عايش مع الهدف هذاك اللي كنت عايش في حياتك. وعلى هذيك ربي قالنا واحد الكلام، واش قالنا؟ قالنا من أصبح والدنيا همه، ليصبح والآخرة همه،
صباح ربي كينوض يقول لك انا هذا النهار اليوم احيانا ربي الحمد لله الذي احيانا بعد الحمد لله ما بدلناش ميتين الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. الحمد لله كي رقدنا في الليل بعد ما شفنا الفيلم وشفنا الرقص وشفنا العري وسمعنا الاغنى ورقدنا برفع شمة ولا رقدنا زطلانين ولا مخضرين ولا وجدرنا ورقدنا الحمد لله ما رحناش فيها هكذاك اي سوء الخاتمه نسال الله السلامه والعافيه. الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. اذا لما لا ربي اعطانا فرصه جديده اليوم ان شاء الله نحاول اليوم الهم تاعي هو الاخره ماشي معناتها نبكي لا لا نخرج نخدم بصح نحاول ندير اعمال خيريه نحاول اقل شيء نعيش ربي سبحانه وتعالى نحاول غير يقول الله اكبر نكون في الجامعه نحاول اني نكون ذاكر لله نكثر الاستغفار نجيب الاذكار اي حركه نديرها نذكر ربي نحاول ما نشوفش الحرام بزاف نحاول ما نقولش الحرام بزاف اليوم نحاول نحسن نفسي عبوك واش معناتها بخلاصه واحده اخرى من اصبح وهمه الاخره اي بمعنى كل يوم في اصلاح كل يوم يتسقم هذا هو الهم العظيم اللي ديروا في بالك. قال النبي عليه الصلاه والسلام ما ان اصبح وهمه الاخره واش دار له ربي واش يدير له جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي رغيمه. ربي جامع له شمله دائما. انسان كي يصبح وهمه الاخره دائما شابع من والديه وولاده وشابع من زوجته وشابع من صحابه وعايش الدنيا ما شاء الله علاه داوش قناع قدام نوره وقصر مع الناس ما شاء الله مش يتلهف وما يخسرش الناس وقال ربي عز وجل وجعل غناه في قلبه دائما عزيز ما يبدلش الناس كما يبدل فيستات وما عندوش زوج وجوه علاه غناه في قلبه ما تدلوش انت على جل دراهم ما تدلوش انت على جل ماكله ما تدلوش انت على جل مراه او سيد غني في قلبه ولو كان فقيرا كي يبتسم معاك ابتسامه تتلألأ بها الوجوه سما وجهه تاع الصح الابتسامه تاعو لانه راه يبتسم معاك لله ما يسحق منك والو يسحق لعلا غني في قلبه ولو كان بملابس مقطعه مرقعه. والامر الاخر واش يدير له ربي سبحانه وتعالى وجاءته الدنيا وهي رغيمه ما كاتبها مولانا هو راح خدم ولا كي تحب تجي الدنيا تجي وحدها يعطيها له علاه لانه ربي خلق الرزق وخلق الانسان المخلوق فامر الرزق ان يذهب الى المخلوق يجي وحده حنا رانا غير نديروا السبه وخلاص. الحاجه الثانيه واش هي ومن اصبح والدنيا همه يا لطيف يصبح صباح ربي اليوم ندير هذيك نجيب هذيك عندي كذا كيفاش راح تموت مانيش نخمم فيها ماكش تفكر في كيفاش تموت بالك تخرج ما توليش شحال من واحد خرج ما دخلش شحال واحد دخل ما خرجش ولا لا شحال من واحد موالف يخرج من دارهم بالطول هكذا كاش نهار يخرج بالعرض يخرج بالنعش هكذا هذا هو الواقع تاعنا كل نفس ذائقة الموت ما كذبوش بصح كيفاش تموت يصبح همه شنو الدنيا همه معصية همه لقاء محرم موعد مع امرأة محرم همه سرقة همه مخدرات كيفاش يدبر الدوزة تاع النهار همه كيفاش يدخل دراهم تاع الحرام همه كيفاش ينظر ويعاكس النساء والبنات في الشارع هذا هو الهم تاعو في هذاك النهار همه بالك نميمه بالك حيقتل بالك حيسرق بالك حيدير جريمه هذا هو الهم تاعو همه في هذاك النهار كيف يكون صديقا للشيطان. هذاك الانسان قال عليه ربي سبحانه النبي عليه الصلاه والسلام قال فرق الله عليه شمله يقول لك انا عندي ماير كذا منه امبورطاتور ورايح وجاي والدنيا كذا يقول لك دراري والله مش في تعليم كيف كبروا مش فيش المراه هامله بجيه هو هامله بجيه وكذا والله ما يشفاو على بعضهم ما يشفاوش ما يذوقوش الدنيا يقول له خوك شحال عندك ما تلاقيتش معاه والله غير صدقني 10 سنين ما تلاقيناش هو في واد وهنا وكلتنا الدنيا ورانا نقولوها بلساننا ولا لا انا نقول كلتنا الدنيا كلتنا فرقت بين الخاوه وفرقت بين الخواتات وفرقت بين الاب ووالديه وفرقت وعملت وراكم تشوفوا فيها الحكايه كيفاش دايره. اذا الان واش يدير فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه اعطيه المواير مازال يحكي يندب على راسه مازال له حكايه حياته كامله مازال يقول لك سنه ندير الضاله دوزيام وطروازيام وكابريام سنه ندير دار هيك ودار هيك والزمان والعقوبه وعلى بالكم يقولوا بلي الدين راح يزيد يطيح لازم دير هذيك وشري شويه اورو وخبيه ودير منه وعبك حياته كامله وهو في الاخبار المخيفه التي يجعلها الشيطان في قلب الانسان كالمصياده. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. انت ما ديرش الديقه حتى تخاف ما ديرش الديقه وما تاكلش الحرام حتى تخاف يجي خوفك يقول لك اسمع انت عندك شهريه تاع 5 ملايين 6 ملايين ياك هكذا
راك كاري بواحد زوج منين ولا ثلاثه ياك هكذا راك توكل في وليداتك وكذا ما تكفيك الشهريه وقتاش دير الدار نتايا وكان ما تديش الرشوه وقتاش دير الدار وقتاش فهمني وقتاش دير الدار نتا تقول صح الله عنده الحق وتاك خدام هكذا واش حبيت شهاده ميلاد جبنا 100000 والاخر واش حبيت سكنه عطيني تشو دوسي دوك نفريها لك كذا جيب لي 100 مليون ومن بعد تبدا تسرق في الناس تاكل في الناس علاه تقول انا لازم ندير الدار ما نقدرش نديرها شكون اللي يخوفك شيطان يعيدكم الفقر ومن بعد واش تولي دير تروح للحرام ومن بعد يجي لي فقر وانت تقول اسمع شحال انت ماكش عندك والو انت ما شومور دايا وقتاش تتزوج حالك راح 30 سنه راح دير علاقه محرمه على روحك ديباني هاي بنات الناس يترموا برا روح ديباني على روحك ماشي تتزوج ولذلك واش يدير لك هو يخوفك باش يقدر تولي تعبد ليه الشيطان يحفظوها مليح هذه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء حتى يفرغ لك القلب نتاعك من الثقه بالله باش تولي نتايا عنده هكذا يلعب بيك لعب على هذيك الناس كامل اللي رايتك في الحرام الا وستجد في نفسه خوفا من الشيطان هذا هو الهم تاعنا الكبير هو الله هو ارضاء الله هو دخول الجنه نجمعوا الثمن تاع الجنه ومن بعد كاين الهموم الثانويه راك حاب تجيب الباك راك حاب تقرا راك حاب دير 16 راك حاب تروح دير مشروع الله يعاونك الله يعاونك بصح بشرط ربي قال وابتغوا من فضل الله بصح كاين بشرط لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله رد بالك رد بالك زوجتك حتى والديك حتى اولادك بالك يصدوك عن ذكر الله شوف احدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اعطت لنا واحد المثال وروحوا الوصيه الثانيه قالت لنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحنا ويداعبنا ويكلمنا يعني كي يدخل في داره هو كيما الوالدين كيما الوالدين يقصر يضحك كيما حنا تشوف فينا اما هكذا جايبينها سيريو هنا كي ندخلوا للديور نولوا نلعبوا كذا مع الدراري ونقصروا مع الاهل وكذا وننشروا وكذا وكلش تسمى الان كي نبداو نحكوا بعد واش قال النبي عليه الصلاه والسلام قال هو يحكي كيما حنا لانه اب هنا وزوج راه في الدار يقصر ويحكي ويلعب مع الاولاد وكذا مع زوجته قالت فاذا اذن المؤذن كانه لا يعرفنا ربي ناداه انت ثاني كي يجي امر الله انسى الدنيا كامله انسى الخدمه انسى والديك انسى ولادك انسى كلش زوجتك قال حبس حبس الى الظهر ويأذن نروح نصلي بعد ربي يرحم ليه وخلقنا ليه ونتنفسوا في النفس نتاعو الهوى نتاعو هو اللي يعيط لنا ولا لا كيفاش نخليه انا اليد هذه اللي نخدم بها دركا هكذا في الخدمه تاعي اليد او يحركها لي هو لو يعيط لي سما ما عنديش حكايه معاك شوف كي يأذن ما تحكي معايا ما نحكي معاك يطفى التليفون يطفى الدنيا يفتح سوق الاخره نروح نصلي 10 دقائق مدات ما جابت نعاود نولي وانا رابح مع ربي سبحانه وتعالى امشي على هديه الهدف تاعك عندك هدف اسمى هو ارضاء الله والهدف الثاني واش هو الهدف تاع الدنيا دير واش حبيت مشاريع ما نقطعلكش بصح رد بالك المشاريع تاع الدنيا تنسيك في ربي على بالك غير تنسى ربي تتحول الحياه الى معيشه ضنكا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى شوف دير مليح في بالك ربي خلق حياه وخلق العيش المعيشه كاين انسان يؤمن بالله ويعمل الصالحات فلنحيينه حياه طيبه حياه علاش فيها الجو فيها الطعم فيها الطعم يعيش يقيش في الحياه لانه ربي وعاطي له الروح الداخل وكاين معيشه لينا عايشين هذوك السطحيه لابس مليح شارب مليح كذا والله ما يضحك ضحكه من قلبه مازال له كراهيته تهضر ما يقول لك انا كارهين انا كارهين يمسح في البلاد يمسح في الدنيا كامله او كاره وخلاص علاش الكراهيه هذيك اللي موجوده والمالاز تاعك هذيك اللي موجوده والقنوط اللي موجود في قلبك من البعد عن الله ربي قال نعيشك اعرضت عن ذكري ما حبيش تصلي ما حبيش تذكر الله كعيش في المعاصي انا نعيشك الجسم تاعك يبقى يكبر وتبقى كيما انت وتمشط وتلبس وتاكل وتشرب ورزقك نعطيك رزق بصح معيشه ضنكا والله ما تعيش حياه سعيده ربي جاعل الحياه سعيده في طاعته اذا رد بالك رد بالك تنسى اللي خلقك الحياه الثانيه او الوصيه الثانيه لا تقنط من رحمه الله ربي رحيم يا اخواني الكرام ربي سبحانه وتعالى رحيم ولهذا واش قال لنا شوف البيرديكا كيما تاعنا كيما اللي راهو فينا كامل اللي وخربها في كل مجالات ربي رحيم ما دام ربي راهو او مخليك عايش وعندك عقل اقسم بالله تكون درت واش درت والله تكون قتلت زنيت بالمحارم
والله وتكون سبيت ربي، والله وتكون بعت المخدرات، والله ودرت واش درت، اقسم بالله غير توب غير يتوب عليك الله. ربي عز وجل شوف، احد السلف يقرا الايه هذه يبكي، احد العلماء يقرا في الايه هذه ويبكي. شيخ عبد الرزاق العباني يقرا فيها ويبكي. ربي ينادي قل يا عبادي، شوف هذا يسموه نداء المصالحه. شكون داروا المبادره؟ ربي سبحانه وتعالى، من جات من عند ربي. نورمالمون انت اللي ديرها، انت اللي خاربها، انت اللي تروح ليه تقول له ربي اين ديروا مصالحه. هو دار لك مصالحه على العاد ومبادره من عنده. واش قال لك ربي سبحانه وتعالى؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. واش معنى الكلمه هذه اسرفوا على انفسهم؟ معناتها داروا بزاف حوايج ماشي ملاح. واش حبيت دخلت فيها؟ دير في راسك واش درت كامل يدخل فيها. ربي كي قال لك اسرفوا على انفسهم، قال لك ما كان تجي تحكي لي واش درت، ما كان تحكي للناس واش درت، خلاص يعني داخله في اسرفوا، داخله شربت خمر، قتلت، درت واش درت. قال لكم لا تقنطوا من رحمه الله، ما تقنطش، ان الله يغفر الذنوب جميعا. بصح يا ربي انا راني دخلوني الحبس وكازي جوديسيري مسخه وراني محروق في الحومه. ايه لا تقنطوا من رحمه الله، يعني ربي قال هكذا، ان الله يغفر الذنوب جميعا، بصح راني مشم. ايه ان الله يغفر الذنوب جميعا. ومن بعد يزيد يجيك واحد الكلام، انه هو الغفور الرحيم. علاه قال لك الكلام هذا؟ قال لك ما تخلي حتى واحد يدخل روحه في التوبه تاعك. قال لك روح لي انا، واحد ما يدخل روحه، لا امام ولا عالم ولا حتى واحد. قال لك كي تحب التوب انا اللي نغفر وانا اللي نسمح لك، وانا اللي قلت لك، اذا درت اي حاجه نسمح لك. هو اللي قال قل يا عبادي، الحاجه اللي تؤلم وتفرح في نفس الوقت وتبكي في نفس الوقت، اننا شو درنا وشمنا وقتلنا وسرقنا وبعنا المخدرات وتبلينا بنات الناس وارتكبنا الفواحش، ويا ربي مازالك تعيط لنا يا عبادي، مازالك مليح معانا، مازال تقولنا يا عبادي. سما هذيك نورمال نحشمو ولا لا؟ نورمال نستحيو شويه على روحتينا. سما هو كامل واش كدير مازال يقول لك يا عبادي؟ سما نورمال ما يعيطناش يا عبادي ولا لا؟ لا نورمال واش في المحكمه واش يعيطوا لك المحكمه؟ السجين رقم كذا وكذا جيبوه، المتهم رقم كذا وكذا تجيبوه، عيطوا لك المواطن.